كابتن انا خوش لاعب مهاري بس من اوصل للجزاء اظل ارجف ما اعرف اقوض شنو السبب؟ تعال يما تعرف ليش انت ما تقوض؟ تعرف ليش انت تخاف؟ اول شيء انت التكنيك مالتك ضعيف بمنطقة الجزاء ما متمرن بهاي المنطقة فشو تكون؟ اول ما تفكر بالمدرب وتفكر باللاعبين خاف يحشون عليك او خاف يصيحون عليك وانت تخاف منين؟ تخاف من صوتهم ومن حكيهم وتخاف تقعد مصطبة هاي نقطة رئيسية ومؤثرة النقطة الثانية انت تكنيكك ضعيف بالجزاء لو تكنيكك عالي وتعرف تهدف وعدك تمرين والمدرب مالتك يوميا يمرنك ويسوي لك هاي التمارين الانفرادية والشوت منه ومنه منطقة الجزاء راح يصير عندك حس تهديفي اغلب اللاعبين يرجفون من يوصل الجول يدنق ما يعرف يقول ليش يعني ما عنده حس تهديف فكل اللاعبين اللي عندي يعني دائما امرهم على الشوت بالجول بعيد قريب جانب منه دبل شوت المهم يتعلم يصير عنده حس تهديفي شلونكم زينين لو بعدكم تعلمتوا ولا ما تعلمتوها سوي تاكل صاحبك وخليه يتعلم في امان الله.